مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في برنامج أنتي. في ساحة الأعمال يكون الذكاء العاطفي كبوصلة توجهنا في طريق النجاح. اليوم حنهضروا على صفة جد مهمة في عالم الأعمال. معي أنا مريم قادري خليفاتي في برنامج أنتي. العاطفي مكسب مهم جدا في عالم البيزنس، به رايحة تتعرفي وتفهمي مشاعرك وتصرفاتك وطريق التعامل مع الموظفين الزبائن والموردين لكي تخلقي علاقة مثمرة. كيكون عندك ذكاء عاطفي قوي راح تكون عندك سهولة في حل مشاكل ونزاعات الفريق تاعك، وتقدري تاخذي قرارات حكيمة باش تخلقي بيئة إيجابية وتخلي الفريق تاعك يحب الشركة لو يخدم فيها ويحب العمل تاعو. راحين نتوسعوا أكثر في هذا الموضوع مع ضيفة تاع اليوم، راحين تكتشفوها من خلال هذا التقرير. ضيفتنا لنهار اليوم من الجزائر العاصمة، درست في معهد علم النفس بجامعة بوزريعة. بعد أكثر من 17 سنة في مجال تسيير الموارد البشرية والقياس النفسي، توجهت إلى باريس لدراسة علم الأعصاب، أين اكتشفت تقنية نوغو فيدباك. بعد وفاة أمها في 2017، حست أنها بأمس الحاجة إلى مرافقة نفسية التي لم تجدها إلى أن سافرت خارج البلاد. ومن هنا قررت العودة إلى التكوين وفتح عيادة خاصة بها. صابرينا مقران هدفها وطموحها هو مساعدة المجتمع الجزائري للحصول على الراحة النفسية وتوعية هذا الأخير على أهمية الصحة النفسية وكيفية الحصول عليها. بك صابرينا مقران، أخصائية نفسانية عيادية متخصصة في التمرين العصبي الديناميكي لنوغو فيدباك. شكرا على قبول الدعوة. نشكرك مريم على الاستضافة et je suis très contente d'être avec toi. Merci. Alors, عرفينا على الذكاء العاطفي ولا الانتيليجنس كون ابل ايموشنيل اكزاكتومون. Alors, الذكاء العاطفي يعني سي فري كو هاد لي ديرنيير زاني ولينا نسمعوا عليه بزاف. Mais en réalité, il y a حاجه كاينه في كل انسان. الذكاء العاطفي هو انه الانسان تكون عنده القدرات انه يتصل بالجسم العاطفي ديالو. نعرفوا بلي كاين دي زيموسيون دو باز، دونك عواطف دو باز فوالا اللي هما اللي خلاو الانسان يلحق الوقت اللي رانا فيه. نعرفوا بلي لو كان ما كانش عندنا العواطف واحد فينا ما قدر يكون اون سيرفي داكور كيما باغ اكزومبل الخوف لا تريستيس الحزن لا جوا الفرح كاين تانيك لا كولير الغضب هادو ما كامل عواطف بزاف الناس ما يحبوهمش كاين بزاف عواطف ما نحبوهمش بصح هما عندهم اهميه مركزيه في التوازن النفسي تاع الانسان دونك الانتيليجنس ايموشنيل ولا الذكاء العاطفي هي مهاره كاع عندنا مي كل واحد كيفاش طورها كيف كل واحد كيفاش لازم ولازم علينا نطوروها سورتو في الدومين تاع البيزنس وعندنا نشوفوا من ذاك لو سيرفو تاعنا يشفى بلوس على الحاجات النيجاتيف كو الحاجات بوزيتيف الوغ سي بور سو بروتيجي ان فيت علاش باسكو الانسان كي كان في العصر الحجري ان توكا لوم بريهيستوريك il avait besoin le cerveau تاعنا كان لازم له انه يكون دائما اون اليرت يعس تو سكي نو با باش يكون في حاله حمايه
باش pour préserver l'espèce. Oui. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, oui. ça veut dire des filtres qu'a le cerveau ديالنا. Kayen bon des études et qu'on on garde une empreinte positive contre plutôt une négative contre 9 positifs. Ah, quand même. Ça veut dire que la journée تقدري تعيشي 9 حاجات ملاح تعيشي حاجة ماشي مليحة parce que le cerveau تاعنا مسؤول على حماية الحياة هذيك هي اللي راح يشدها d'où l'importance de muscler l'intelligence émotionnelle تاعنا باش نولوا نعرفوا نتعاملوا مع البوصلة اللي هضرتي عليها très bien d'accord وكيفاش نستعملوا الذكاء العاطفي في البيزنس واش هي العلاقة ما بين الذكاء العاطفي والبيزنس Alors déjà, il faut savoir qu'il y a toute une science qui s'appelle la psychologie du consommateur. D'accord. D'accord. Quand on parle business, généralement, on a un service. Mm-hmm. D'accord. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans la beauté, dans le bien-être, dans le sport, qu'il y a une interaction. تعامل ما بين أنا كمقدمة خدمة والزبون تاعي اللي راح يتلقى الخدمة تاعي. La base, c'est que أنا autant que c'est-à-dire chef d'entreprise, راح نقدم خدمة. كي يكون عندي الذكاء العاطفي، أولاً تكون عندي القابلية أني نفهم le besoin تاع le client تاعي. Et surtout, c'est que chaque société, chaque ville, chaque race, elle a ses spécificités socio-culturelles. Donc, الذكاء العاطفي راح يعطيك un accès اللي كنتيا. Et à partir de là, تدخلي en empathie يعني في une synchronisation مع le client تاعك وراح تقدري تفهمي واش يسحق باش انت تقدري تقدمي له لو سيرفيس اللي راح يشريها عليك وثاني كاينه حاجه واحده اخرى انك يكون عندك الذكاء العاطفي تكون عندك انك تكون عندك القابليه انك شاك فوا تطوري في لو برودوي ديالك باسكو الانسان يتبدل يتطور وكاين سكون ابل لو سيكل دو في نقدر ان برودوي جو لو بريزونت ان جانفيي يعني نقدمه في جانفيي بوتيتر كو سي نقدر نقدمه في اوت مي جو دو لو بريزونتي ديفيرامون وهذا كامل راح نولو للانسان والاحتياجات ديالو تري بيان كيفاش اخترتي التخصص تاعك التخصص تاعي انا Pour moi, c'était une évidence. D'accord. Malgré que j'ai eu un bac scientifique, je sais que papa, s'il me voit aujourd'hui, je sais que ça a été la déception pour lui parce qu'il me disait « لازم تدير صيدلة ou la طب ou la » parce que scientifique, automatiquement. Et moi, j'avais pas de... C'est-à-dire, pour moi, c'était la psychologie. À l'époque, il faut savoir qu'un العشرية السوداء. أنا جبت الباك تاعي 97. D'accord. كنت نسكن بعيد على الجزائر العاصمة 170 كيلومتر على الجزائر العاصمة ديك جي لو بروميير شوا تاعي سيتي بسيكولوجي alors j'ai toujours été intéressée psychologie كانت كاينه غير في الجي كانت كاينه غير في الجزائر العاصمة et je parle toujours نهضر بزاف على هادي سي يافي واحد ليميسيون في لا شين 3 في القناة الثالثة الجزائرية في الإذاعة كان كاين واحد ان سبيكر À partir de minuit, il y a fort de nage tallil, il hell l'antenne où les gens يعيطوا له باش يحكيوا على مشاعر على مشاكلهم. كان اسمه جمال بن عمارة. D'accord. انا كنت في وقت المراهقه كان الارهاب كان il y avait beaucoup de choses. Donc c'était une évasion pour moi. Et je me disais ça doit être un خدمه مليحه. Bon après je pense que مع الثانويه et tout, j'ai eu des professeurs aussi qui m'ont beaucoup intéressée à la philosophie et à la psychologie de l'adolescent. D'accord. Et donc voilà, c'était mon premier choix. Et حكينا على الدورات اللي درتيهم الشهادات اللي عندك باش لحقتي أنك تكوني من أفضل لي ثيرابوت في الجزائر. شكرا على ال ال ال. C'est-à-dire la thèse. Alors, il faut savoir qu'Anna me dit directement في العلاج النفسي. D'accord. Donc, c'est-à-dire qui كملت دراسه تاعي à un moment, نشفى mon père قال لي بالك هاد التخصص هذا ما تقدريش تعيشي به مليح. Donc, قلت له معليش انا ندير هاد التخصص ومن بعد واش قدرت نخدم. Donc, بديت في المجال الاسوسياتيف. Donc, خدمت سنه à peu près في الاسوسياتيف ومن بعد دخلت dans une multinationale. D'accord. La multinationale, بديت بلو سيرفيس كليون.
لو كوستيم فان لو سيرفيس كليون سا فدير الخدمه خدم خدمه العملاء داكور ومن بعد سا فدير خدمه الزبائن خدمه الزبائن فوالا دونك شكرا دونك في خدمه الزبائن اي سيتي اون تري بيل ايكول باسكو يافي اون تري بيل فورماسيون كيفاش نتعاملوا مع الزبون كيفاش سا فدير تو لاسبي كوستيمر كير يعني كيفاش ناخذوا بعين الاعتبار العلاقه تاع اللي يعطي لو سيرفيس اللي كنا نهضروا عليه والزبون داكور ومن بعد التحقت بالموارد البشريه دونك ا بارتير دو 2 ans et demi التحقت بالموارد البشريه اللي دخلت فريمون في لو دومين تاع لا سيكولوجي مي دون لو كادر بروفيسيونيل سا فو دير واش كنت ندير كنت ندير اختبارات قياس المهارات المهارات كيما دونك اختبارات الشخصيه اختبارات الذكاء باش بور لو ريكروتمون داكور في التوظيف داكور فوالا وتكون وتكون هاد سادير هاد سو جور دو شوز اللي درتيهم في هذيك الشركه اسكو تشوفيهم بلي مهمين في نيمبورت كيل شركه ولا لازم كاخصائيه نفسانيه نقول لك نعم لانه علاش نقدر ا كومبيتونس ايغال سا فدير يكونوا عندي نشفى اون فوا درنا اختبارات ل 400 مهندس خرجوا من المدرسه العليا ليبو ليبو تيك بونون بولي تكنيك كي هي لون دي ميور زيكول دانجينيور ان الجيري دونك درنا اختبارات ل 400 مهندس 400 مهندس عندهم نفس الشهاده الاكاديميه في الاخر دينا 12 واحد من 400 في ميزك مريم سي كوا لا وشنو هو لي فيلتر لي فيلتر هما يعني لو كوتي تكنيك لو كوتي سيانتيفيك اي لي فاليدي عندهم كامل مي سي لا بيرسوناليتي لو سافوار اتر كيفاش هذاك المهندس يبيع نفسه باسكو في لو ريكروتمون كي تروحي ديري مقابله توظيف الانسان يبيع نفسه فوالا راح مول الشركه راح يخيرك على جال لا بيرسوناليتي راح يشري مهارات كيما الموظف راح يشري شركه على حساب لا كولتور دونتربريز تاعها واش دير سادير الموظف هو ثاني راح يشري شركه دونك نقدر نجاوبك على السؤال انه انا بور موا هاد تو سكي لي اسيسمنت سنتر اختبارات الذكاء اختبارات القياس النفسي بصفه عامه تقدر تعاوننا اون افيكاسيتي باسكو على حساب لو بروفيل تاع لا بيرسون نعرف لا لازم نحطو في لانتيغراسيون شهر ولا نحطو في لانتيغراسيون 3 موا دونك ميم الانسان اللي راح يخدمو يكونوا عنده دي زانفورماسيون اللي يعرف بلي هذا بوتيتر عنده ذكاء عاطفي يكون شويه ناقص فيه غير يدخلوا للشركه راح يدير له تكوين دونك بور موا سي ان بلوس important pour toutes les entreprises. Très bien. احكي لنا alors انا جربت النيورو فيدباك عندك جربته فيا جربته في ولادي et je suis une des plus grandes fervente du neuro feedback moi aussi et ماذا بينا تشرحي لنا وشنو هو النيورو فيدباك ولا التدريب العصبي التدريب العصبي voilà alors déjà قلت لك donc une fois que j'ai fait le parcours تاع la multinationale صاروا لي احداث في حياتي خلوني اني à un moment زدت عاوت وليت للحب الاول اللي هو العلاج النفسي Donc peut-être on en parlera après. Et lors d'une formation en France, parce que j'ai fait une certification en neurosciences, j'ai entendu qu'il y a un jihaz, qu'il y a une technique qui est en neurosciences. Et cette technique nous permet de nous faire un démarre pour qu'il nous aide à faire la meilleure façon. Bon, j'ai entendu ça, avec mon ego de psychologue, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Il y a un appareil qui va me faire... Mais, la période hadik, j'étais prête à tout essayer. Donc, j'ai pris des séances de neurofeedback et j'ai vu des résultats très rapidement. Fikinti. Fia Anna à la première séance. Oui. Notamment à le naoum. Quand on dit le naoum taï, mais quand je suis gamlech. Et dès que Lila, donc je me suis dit, ah là là, ça,
ça c'est un quelque chose. Donc même بعدها دخلت كملت لا سيرتيفيكاسيون عاودت دخلت الجزائر ما قعدت لي هذيك نورو فيدباك في الجزائر يا ما كانش كاين. كان عندي لا شانس سي الزوج تاعي il me supporte. Donc je lui ai raconté que voilà, j'ai fait ça هذه الماشينه دير هكذا بون هو كيفهم ماشينه وعندها لي كابتور في راس اي تو في الودن وفي الودن وقال واش كتخلطي في روحك قلت له مي اون تو كان نرقد باسكو ميم هو الى غماركتي تري بيان دونك اون فوا كو جي فيني لا بروميير سيرتيفيكاسيون قعدت لي يفو كنجيب هذا لاباري تاع لو نورو فيدباك دونك جو مو سوي فورمي على تكنيك Et j'ai ramené l'appareil en Algérie. Il y a un seul qui se met bien. Ou les gens qui voient les entraînements, des mères, ils craignent. تقول لك سي كوا هذا انا سييتو فيا كي جيت نسيه في ولادي خفت شويه دايوغ وي جي بري بوكو طون باش سييتو سي تري بيان اون فان كونت كي سييتو كونترير سيتي جوست اكستراوردينير هي تقنيه طبيعيه 100% هي سي فري كي نشوفو لو ديسبوزيتيف لاباري لورديناتور لي كابتور لامبليفيكاتور نشفا لي باغ اكزومبل لي ادوليسون Une fois un adolescent, il passait son bac. Donc, dès des séances, il se retrouve très bien. La veille, tu as le bac, j'ai tout ma mère, qui dit, voilà, on dirait le wahed al yom, bachir doua, il rentre. Alors qu'il a fait pendant 3 ou 4 mois. Mais la veille du bac, il dit, tata, il dit, mais tu pas t'élis, je te laisse, tu n'en sais pas. قلت له بصح نو ريغارد تو سكو كاع واش tu as récupéré moins de stress, plus de concentration et tout. دونك كي نشوفو يبان مي هي طريقه 100% طبيعيه هو تمرين سي كوم هو رياضه للدماغ للدماغ هذه هي واش هما الحاجات اللي تشوفيهم في لي باسيون تاعك اللي اي سو سونت اميليوري غراس او نورو فيدباك الوغ سي كاين بتاتر 3-4 شوز كومون تلت حاجات جينيرالمون كاع تتسقم اللي هي اولا لو سومي النوم à un moment il est régulé d'accord ثانيا الثقه بالنفس كاين la majorité de mes patients par exemple يجيو عندهم des blocages donc il y a des choses ما يقدروش يديروهم ne serait-ce que تروح عند الحلاقه كي تجي la semaine d'après نشوفو عندها une nouvelle énergie le goût de la vie c'est-à-dire reprendre le plaisir de vivre d'être الحمد تولي alors que كانت dans يعني في ان ايتا ديسبري تاع دنيا مره صعيبه ما نقدروا نديروا والو الجزائر صعيبه اي تو غير يبداو يديروا نورو فيدباك انا نسميها لاجيليتي المرونه النفسيه il permet à la personne d'avoir plus d'agilité parce que قد ما نكونوا اجيل قد ما ميم كي يكونوا عندنا مشاكل نحتويوهم صح ما نكونوش في لا ريزيستانس la concentration, tout ce qui est problème de l'ordre de la digestion, c'est-à-dire vraiment, elle dit que la bobologie du quotidien, il y a beaucoup d'impact à l'IHA. Et après, il y a des histoires extraordinaires, donc. Et c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, exactement. Tout à fait. وعلاش خيرتي على بالي بلي في النورو فيدباك يا تيلمون دو في كلش في كاع الالات كاين تيلمون دو شينوا صغير ندخلوا دون دي سيت نلقاو سي في دي ماشين كي فو دي ميلي دورو تلقايهم دي سنتين دورو في لي سيت شينوا علاش خيرتي ان اباري ان ديسبوزيتيف ديتي لوريجينال انت سي فريمون لو كرياتور دو نورو فيدباك وما ديتيش بالك كاش اله واحده اخرى تسقم لك موان شير وتخدمي بها بلوس الوغ ديجا جو بونس كو حكينا ديجا على الاله ومن بعد جو بونس كو لي شوا دو لا بيرسون يعطونا اون ايدي على لا بيرسوناليتي تاع لا بيرسون D'accord. Donc, on a qui se mettent à la head l'appareil. La première des choses, l'idée, j'ai fait mes recherches. Où je pense, tu as fait une fille Hadi Mariam, quelle que soit la thérapie, la méthode, les c'est-à-dire je me forme à l'IHA, à la rohi. Donc, la première des choses, c'est que moi, j'avais fait un nombre important de, c'est-à-dire de séances et j'ai vu les résultats sur moi. Après, j'ai vu tout l'historique
تاع لا سوسيتي لي ريغيرش سيانتيفيك لي كونفونسيون افيك لي يونيفرسيتي دونك ايز اون ان بول دو ريغيرش اي ديفلوبمون سي اون ميثود كي اي فاليدي بار لا اف دي اي لا فود اند دروغ ايجنسي امريكان سا سي لا اوت اوتوريتي سانيتير اوز ايتازوني سا فدير باش يعطيو دعم سي كو فريمون ايز اون في تو سكي فالي داكور. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est-à-dire la personnalité, j'aime être conforme, j'ai le conformisme. Donc effectivement, il y a eu plein de propositions, mais c'est le seul système au monde qui fonctionne de la façon. Parce qu'il travaille avec le cerveau sous trois dimensions, aucun système ne le fait. Donc, c'est vrai que c'est un système qui a un coût, mais par contre, il y a un pôle de recherche. C'est un système qui est mis à jour chaque semaine. Ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Et en même temps, c'est une responsabilité. Si on met n'importe quoi, le cerveau, t'as les clients, les patients. Alors, c'est une responsabilité. Et peut-être que ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la philosophie des deux créateurs de ce système. Huma, en fait, le neurofeedback linéaire qui était dans les hôpitaux. Parce que ces deux psychologues, c'est des docteurs en neurosciences et des psychologues, et c'est un couple. Et c'est un couple qui est très spirituel. Donc, connecté à la pleine conscience, c'est des yogis. Donc, il y a eu une intégration vraiment très importante avec le système. D'accord. C'est pas que Temerin Wahdo, mais une vraie philosophie derrière. Est-ce que vous avez des problèmes ou la problèmes ou les médabiques, juste à des moments où vous avez des problèmes, ومدى بيك لو كان ما تحتيش في لا ميم ايرور alors peut-être que ça c'est une déformation تاع le neurofeedback مريم j'ai beaucoup de mal à voir les choses comme erreur نشوفهم plus comme des challenges mais j'arrive des pas aussi. Voilà des leçons qui m'a il y a pas d'erreur il y a que du feedback donc c'est-à-dire même le wording تاعي الكلام تاعي عندي مشكل باش نقول une erreur نقول c'est un échec peut-être C'est un apprentissage. Alors, je pense que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un cap. Anna, pendant presque 20 ans, j'ai été salariée. Ou l'ab ta'i kan salarié. Ou jeddi kan salarié. C'est-à-dire jeddi kan yخدم في PTT, donc la poste algérienne. Donc, c'est une institution, le salariat, la poste. Mon père, il a été toute sa vie salarié. Et donc, كبرت بالمعتقد انه la sécurité, c'est le salariat et tout et tout. À un moment, en fait, pour passer باش ندوز من le salariat à l'entrepreneuriat, c'était pas انا في حد ذاتي قلت لك نحب le conformisme. واش درت شديتهم في زوج وليتي تخدمي donc j'ai gardé le poste parce que écoute لازم نحس بالامان سينو ما كنتش قادره نخدم مثلا ديجون جو دي توجور لازم كي تكوني عندك ان بوست وين راكي ستابل فيه ما تتلقيش كلش باش تروحي يفو برون دي ريسك مي دي ريسك ميزوري باش نمتر ان دانجي اكزاكتومون ما نحطوش روحنا في الخطر في الخطر تبداي ولا شتيها بلي حاكمه تكملي في لو بروجي تاعك سينو تعاودي تولي وتعاودي تسيي مي لازم تغاردي يفو با واحد يسوجيت كومبليتمون داكور افيك توا اي جو في نقول لك حاجه واحده اخرى سي كو كي تكوني عندك الامان خدمتيه هي لو كان يكون بازيك باسكو عندنا كاع الاحتياجات هذيك تاع ماسلو اللي نهضروا عليها كي يكونوا عندك دي زوبستاكل ما تلاشيش توت سويت باسكو علاش على بالك بليك عندك لا بوي دو سيكوريتي هذيك دو سوفتاج اون دير مي لو كان تحطي روحك في حاله خطر وتخلي تحطي كاع الحياة تاعك على لو بروجي ديالك واش راح يصرى ديري فائض الاحتمال وهنا لو سيرفو ديالك اللي كنا نهضروا على الانتيليجونس ايموسيونيل لو سيرفو ديالك يقول لك لا هنا ما لازمش تروحي حتموتي دونك واش ديري تقدري تصدير تلاشي بلو فاسيلمون كو لو كان تكوني خدمتي لا سيكوريتي منومن Donc, pour répondre à Mariam, la difficulté, c'était le Covid. D'accord. Parce que c'était ma première année 2019 où j'ai fait un investissement après deux ans de formation.
Les formations à l'étranger sont très coûteuses. Je pense que tu en connais, oui. Et surtout quand c'est des certifications. Mm-hmm. Et après 2019, donc je m'installe, je viens des multinationales, donc mes standards, c'est des standards de multinationales. Oui. Donc j'investis et il y a le Covid qui est là. Kamel, tu as investi, mais mis en pause pendant un long moment. En tout cas, c'était une épreuve. Oui. Parce que le Covid, il fallait se réinventer. Aussi. D'accord. Oui. Donc, peut-être la première année était à Covid. Et peut-être avec du recul, on dit merci Covid. Oui. Parce que déjà le Covid, on va d'abord faire en ligne. Nos feedbacks, on ne peut pas le faire en être en ligne. Mm-hmm. Donc, il fallait accepter. نتقبل لا فرستراسيون هذيك تاع عندي انا باغي كي بو فير دو بيان يقدر يعاون بصح ما راحش هنا تدخل لانتيليجونس ايموسيونيل نقولوا اوكي ما عندكش القدره انك تغير باسكو كاينه حاجه كبيره عليك تتقبل وتشوف واش لازم تقدر دير في المكان اللي راك محصور فيه ما تروحش ايور باسكو ما تقدرش باسكو لو كان تقعدوا غير في وعلاه وما عنديش زهار وهذه وهذه راح نهدر الطاقه تاعي وين ما لازمش تري بيان شكرا صابرينا احنا نروحوا فاصل صغير ونعاودوا نوليو عودة مجددة مشاهدينا راح نستقبلوا الضيف نتاعنا الثاني اللي هو السيد نازم بن كنزوة مؤسس لشركات ناشئة مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة الله يبارك فيك وشكرا على الدعوة يسلمك قبل ما ندخلوا في السوجي نروح نشوفوا صبر الآراء واش قال الشارع الجزائري على واش هي الحاجة اللي تخلي الخدام يعطي الماكسيموم تاعه ويخدم من قلبه في شركة شو مش تخدم من قلبها قال ما تخدم شو الحب العمل ولا شو اللي يخدم باش ينافيغي برك هذا ما كان شو اللي يخدم باش يجيب مصروف تاعه ولا لا جورني تاعه سيتو هذه هي البروبليم تاعنا احنا في الجزائر ما عندناش ما كاش لي كوراجيك ما كاش لي يعطيك يد المعاونه باش انت تحب تكمل خدمتك وعلى اكمل وجه امبوسيبل روحي شوفي نروح معك وين حبيتي تدخلي شركات ولا تلقاي واحد يخدم والباقي كاع هاربين عندهم دوبلو طرافاي حب العمل نهب والمهنه اللي تحبي تاديها لازم تكون تحبيها لما حبيتيهاش ما تجيش تخدميها الاولى هذه وثاني كما قلت لك الجديه باش الانسان ينجح في الاخر ولا ما كانوش هادو ما ينجحش ولا كان عنده كما نقولوا حنا يدير كما نقولوا حنا بالدرجه تاعنا يقول لك يفيس العمل ولا رغم ان الدين تاعنا ينصحنا باش نتقنوا العمل و ونعملوا بكل اتقان بصح في الجزائر نقول لك صراحه رواتب العمال الجزائريين منخفضه جدا ما يجعل العمال يتهاونون في العمل المحفز قاعيتك هو اللي باش الانسان يؤدي العمل تاعو في كونفينابلومون لازم كل خمس سنين يروح يجوز اكزام وكل عشر سنين يترقى في لاكارير تاعو تما شغل كي اللي يخدم صح من قلبه هذاك الانسان يوصل سيتو واحد يقعد يخدم من قلبه ويحب الميتي تاعو هذاك يوصل لروحه بيجي نهار وين يوصل بصح اللي يخدم وما يحبش الخدمه تاعو ساعه يحبس منها ساعه راهو منها هو المحفز نعم كي يكون الانسان عنده سالير مليح يخدم كي يكون السالير نتاعو هابط ما كاش المورال يهبط له المورال دوك انت تروحي تخدمي راكي تمدي الجهد ديالك بصح تستنى المقابل الترقيه يرقيوك يطلعوك في البوست فهمتيني كاين كوميم دوكومونطاسيون الانسان كي يدي هذيك شويه تاع الدراهم او حافز ليه تالي لازم الانسان يكون كنقولوا احنا يكون يخاف من الله كي يؤدي العمل تاعو يخدم الاوقات تاعو يخدمهم تسمى بالحاله ما يخدمش بالحرام هذه هي الجديه وحب المهنه باسكو هو مش حبها هو مش حب الخدمه تاعو ميم يكون محفزات مش راح يوصل هو كل شيء على الحاجه اللي يحبها هو انا حاجه ما نحبهاش ما نقدرش نروح نخدمها بصح حاجه كي نعود نحبها نخدمها وبيان وفرحان بها هذه باينه باش يخدم ومن بعد يزيد يطلع حافز يخرج افيك بون تري بون روتخات افيك لاشيغتي دو لافي دوكاتيك ويخرج افيك سالير مينابل تري بيان الوغ واش رايكم في واش قال الشارع الجزائري؟ هضر على كلش برينسيبالمون هضر على كلش دونك سي فغي من جهه الدين لازم تتقن العمل تاعك
وثاني كرواتب يلعبوا دور ثاني في لونغاجمون تاع لومبلوي. مي تبقى كيما يقولوا مايند سيت، عقليه الموظف ولا صاحب الشركه، واش علاش وشنو هو الهدف تاعو من هذاك العمل، ولا شنو هو الهدف تاعو من هذيك الشركه صاحب الشركه. دونك اذا كان صاحب الشركه دايرها غير باش يربح هذا العام وبعد ساهل، دونك ما يهموش يكون موظف اونغاجي ولا ماشي اونغاجي، المهم خدم لي الخدمه اللي لازم. واذا كان الموظف ثاني خدمته سالير بك فاهم هذيك الخدمه، مو يحوس على كارير، مو يحوس على والو، نفس الشيء يخدم 8 سوايع تاعو ولا 6 سوايع على حسب شنو يخدم ويعاود يولي. دونك تبقى على حساب، لازم يكون العامل المناسب في الشركه المناسبه اكزاكتومون. ولازم بالك مول الشركه لازم يخلي الخدامين تاعو يحبوها الشركه، ماشي اون فيت لازم تكون كامل، تكون ليكيب كامل تخدم للشركه، ماشي يخدموا ليه هو، يخدموا للشركه كيك شوز دو بلو غران كو لا بيرسون، مي هي سي لونتيتي. سي هي الحاجه اللي يحسوا روحهم كامل راهم يخدموا لو ميم اوبجيكتيف اللي هو نجاح الشركه. واش رايك صبرينا؟ الوغ موا جو بونس كو هادي مليحه نهضروا عليها، سي لا كولتور دونتربريز داكور. ون جينيرالمون الشركه تخدم تانيك على لابارتونونس الانتماء. اكزاكتومون سي سكو جو فولي دير. دونك الانتماء شكون اللي راح يخدمو؟ رب العمل هو سولوي كي كري لونتربريز. مي بيان سور اللي دار الشركه لازم يكون عنده لو مايند سيت تاع لازم نخلق ان انفيرونمون، لازم Beaucoup ils ont parlé de la rémunération, يعني دراهم et tout. C'est vrai. بصح نقدر نقول لك اليوم عندي 20 سنة في الموارد البشرية، كاين نلقاو دي كادر avec des salaires élevés mais complètement démotivés voire en burn-out، يعني في الاحتراق الوظيفي، لأنه ما كاش لو سونس. هذه الحاجة الكبيرة علينا اللي رانا نهضروا عليها. نقدر نكون ماشي العمل اللي راني حاب نديرو، بصح كي نعطي له ان سونس يولي هذاك العمل يتوافق مع الاحتياجات تاع الانسان اللي عندنا ثلاثه. هو الامان، لا سيكوريتي، الحب، صادير اتر سو سونتير ابارتونير اي ايمي، اي لوتيليتي. عندي دونك جو سير ا كيلكو شوز. دونك كونت كي نمدو لو سونس جينيرالمون كيل كو سوا لونتربريز. Bien sûr, il faut un minimum et tout, mais c'est toute une philosophie que nous devons mettre dans notre entreprise. Oui, très bien. Sayed Nazim, qu'est-ce que tu penses de la chose qui fait pour qu'il mette le maximum de son travail, à part le salaire? Parce que même je pense que le salaire, il faut... Un salaire fixe, moi, je ne sais pas autant qu'un salaire fixe plus un variable. Je suis d'accord. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Bon, on peut dire que le mansep, déjà. Parce que quand il y a un mansep, il peut être qu'on fait variable. Quand il y a un salaire, il peut être variable. الانتماء كما قالت الاخت حاجه تريز امبورطون الانتماء. مي انايا جو بونس كو على حسب المرحله تاع الشركه اللي راهي فيها، على حساب كيفاش لازم كيما يقولوا تحط كيما يقولوا البيئه للعامل. دونك مثلا كي تكون نوفال اونتربريز صغيره، دونك جينيرالمون يجوا حيخدموا معاك ناس زوج. سوا تخلصهم بيان باسكو هو بور توا، دائما حيشوفك شركه صغيره اي وقت تقدر تغلى، ولا تبيع لهم الفكره بيان، يامنوا بالفكره ويخدموا عليها، لانه الفكره هذه جينيرالمون الشركات يحلوا مشاكل. كذا كان العامل فهم هذاك المشكل وشوف بلي يقدر يحل معك المشكل هذيك في هذه الشركه، راح يخدم معك. ثانيا لا ريمونيراسيون، دونك جينيرالمون دراهم حاجه اللي تريز امبورطون، الناس كاملين يخدموا على جرام، يكذب عليك يقول لك ما يخدمش عليهم، وانت اذا حاب يجي لك عامل وبلا ما يكون يدي الاجر تاعو اللي يخليه مرتاح، ما عنده حتى معنى. دونك كما قالت جينيرالمون سي بيان دو فواغ لو بيراميد دو ماسلو، هذاك اللي يخليك تقدر تلبي كامل احتياجات تاع العميل تاعك ولا تاع الفرد تاع الفريق تاعك. ثالثا كاين ثانيك لونفيرونمون البيئه. شفت ناس بزاف في لي زونتروتيان، انت كدير معاهم اونتروتيان هو يدير ثاني كان اون ايفاليواسيون الشركه تاعك، هو يخدم معاك. واحده من لي كريتير جيتي كيوريو قلت له اعطيني شوف لي كريتير.
واحد كتب هافين فان اسكو اي ويل هاف فان اسكو راح نفرح كي نخدم هنا اسكو راح نزح اي ويل انجوي وركين هير ولا لا لا ستري امبورطون دونك جينيرالمون لازم دير الماكسيموم تاعك سي فري صعيبه بزاف في ظل انه الدينار شويه عباك شوط صعيبه باش تجيب كامل هذيك المستلزمات سيرتو تكون شركه ناشئه راح تكون غاليه بزاف بارابور شركه تاعك ولكن لازم تكون دائما لا فيزيون تاعك تمشي فير هذاك يعني كامل الاستراتيجيه تاعك تدي فير تكري ان انفيرونمون دو ترافاي اللي يخلي الناس محبين يجوا صباح ماشي غير على جالو صالح وتانيك بالك poser les bonnes personnes في le bon endroit في le bon poste باش savoir choisir le bon poste pour la bonne personne مثلا باش يكون épanoui الهدف اللي انا نخدموا عليه احنا في الشركه الناشئه تاعنا وين على عام ولا عامين غير تستابيليز الشركه الناشئه وتولي شركه عاديه كاين واحد البرانسيب وين العمال يدخلوا كشريك وين تكون كاين زعما ان بورسونتاج ديزون 10 20 30% دو بينيفيس دو لونتربريز يتقسم على لي زومبلواي وين يولي العامل هو كيما انت راك تشوفوا روحكم بلي الشركه تاعكم كي خسر ورقه حتى تنقص من بينيفيس وي دونك هادي ثاني اكستيون استراتيجي لي الي جو بونس كو الي جوست وين الي جوست كي تجو هاد الشركه كامل انا نسالو فيها très bien معناتها يولي عنده اون ريسبونسابيلتي الخدام ما يقولش كان يخسر ان بوضامير باسكو حد دار عليهم حد دار عليه اكزاكتومون نفس التخمام اللي حيولي يخدموا ثاني كل جهه هل ترى ان الذكاء العاطفي له دور في تحسين العلاقات بين اصحاب العمل والعمال دور مهم ومش في العمل ولا في الحياه اون جينيرال الذكاء العاطفي ومن طرفين من طرف مدير الشركه ولا العامل وانا ننصح بزاف ناس اللي اذا كان لو جيرون ما عندوش هذا الذكاء العاطفي من الاحسن انه يوظف شخص عنده هو اللي يقابل العمال ويهضر معاه من الافضل لانه تقدر انت مثلا تشوي اوبجيكتيف في راسك ان بليس ان ايغال دو ماشي معناتها ما كشوت ماشي معناتها يو دونت كير ما تهتمش بالعامل وانما انت انسان كشوت اوبجيكتيف موضوع من الافضل انك تجيب شخص اللي يكون عنده ذكاء عاطفي اللي يخليك نتايا اللي هو يقابل هاد العمال وكيما يقولوا يرياجي معهم وبيان سور عندك انت في الريكروتمون دو بريفيرونس تجيب الناس اللي تشوف باللي علاش نديروا اونتروتيان قادر نقرا سي في هذا يخدم هذا ما يخدمش مي هذاك الاونتروتيان هذاك يخليك تاناليزي اسكو لا بيرسون هذه اللي فليكسيبل وعندها هذيك الانتيليجونس ايموسيونيل اللي تخلي تامورتي لي شوك في لي كونفلي تامورتي لي شوك مع لي كليون ايتترا في رايك اسكو دوك ولينا كي نكونوا نديروا ان ريكروتمون اسكو الذكاء العاطفي ولا معيار باش اون ريكروت دي زومبلوي جو بونس كو قد ما تنضج الشركه قد ما هذا المعيار يدخل في هو بزاف معايير اخرين ولكن يولي من المعايير كي تكون شركه جديده ممكن تشوف لا كومبيتونس الانسان لازم يكون خدام لازم يكون يقدر يمد الماكسيموم مي افيك لو طون وين كي تولي تخدم دون فاسون بلوز انتيليجونت كو فورت صافي ديما تولي تخدم بالجهد وتخدم بالذكاء الذكاء الاصطناعي في بارتي دو ذاك داكور واش رايك انت يا صبرينا alors moi je pense que l'intelligence émotionnelle تكون à tous les niveaux d'accord Maintenant, par rapport au fait que ce soit une start-up, c'est-à-dire Sherika Nashi'a ou la Sherika Fiha Bzef Lkhdamin, plus on a du monde, yani plus on a un mouadfin, le système, ce qu'on appelle la systémie, yikber. Donc l'ordre du transactionnel, c'est-à-dire l'alaqat, qui connaît bin khamsa. On va tous les alaqat bin arba'a ou acharin, mais c'est kif. Donc, quand on a eu l'atraf, قد ما لو تشالنج يكون اكبر دونك لانتيليجونس ايموشنيل سورتو كي نشوفوهم في لي ستارت اب اجوردي ولا يا دي سوسيتي وين كاين دي زورغانيزاسيون ماتريسييل سا فدير ماشي بيراميدال وين كاين لو باترون سا فدير طول موند بو ترافايي كاع الناس تتعامل مع كاع الناس هنا لانتيليجونس ايموشنيل انا بور موا سي ان بازيك سو ني با اوبسيونيل باسكو علاش الحاجه اللي شفتها ان توكا في لي سوسيتي الحاجه الصعيبه كامل هما العلاقات ماشي العمل في حد ذاته صح سي فري وي فريمون وكي لانتيليجونس ايموسيونيل نخدموا فيها ان بوان نقطه مهمه هي نقطه القيم كين نوظف انسان ونكون انا فاهم ما معنى القيم تاعي دونك لا بوصول تاعي كيفاش parce que par exemple انا في الشركه تاعي على بالي بلي قيمه لو بيانيتر هي الاولى دونك ما نقدرش انا نبيع لو بيانيتر ولي كولابوراتور تاعي
ils sont en dépression. Mais qu'est-ce qu'on appelle la dissonance, c'est-à-dire mais qu'est-ce que tu as fait. Donc, رب العمل كي يكون يعرف مفهوم القيم يولي هو كي يوظف ناس يوظفهم على حساب القيم ونعرفوا حاجة مريم كي توظفي على حساب القيم c'est impossible que ça prenne pas. Oui. Donc pour moi c'est la base l'intelligence émotionnelle. Très bien. هل يمكنك مشاركة أمثلة لمواقف كان لنقص الذكاء العاطفي فيها عواقب سلبية على الشركة؟ بون نعطيك أمثلة مواقف دوكا ما عنديش في راسي ولكن أمثلة تصرا بزاف وين تكون تايا انت وشخص راكم متفاهمين على نفس المبدأ والفكرة بلا فاصون تاع اللي راكم ترياجيو بها ولا اللي راكم تهضروا بها تبين بلي راكم مختلفين وتلقى بلي تقدروا تجوزوا ساعة ونص وانتم راكم تتناقشوا في لافان تقولوا ايه بصح انا عندي عندك ميم ريزولتا كيما وانت لو كان تعرف من اللي كيفاش تامورتي لا بوان دو في تاع لوتر بيرسون لو كانك ربحت ساعة ونص دونك سا سي ولينيرجي اللي ديبونسيتها بوندون ساعة ونص اكزاكتومون وماشي غير مع العامل ما بين العامل ولا بين المدير ولا بين الريسبونسابل وبين اطراف خارجيه كيلك سوا اداره ولا زبائن ولا هاد الانتيليجونس ايموسيونيل سي ان موتور ايسونسيال ان سو مومون دوك باسكو الناس خلاص فاتوا تاع انك دير له سيرفيس بوك ولا دوك لازم دير له سيرفيس افيك اون بون اكوي دونك سي بور سا الانتيليجونس هادي جو ان رول فوالا تري بيان ما هي العراقيل الرئيسيه هذه كيسيون بور توا التي يجب التغلب عليها كي نجيو ننفذوا الذكاء العاطفي داخل الشركات Alors, je pense que nous avons dit 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 que nous Généralement, il y a de la résistance. Il y a, voilà, il y a de la résistance parce que déjà, le mousseur, met à l'emnèche, n'a pas beau. Voilà. Hna, un homme qui dit qu'il est maniche, mais par exemple. Mais il est un, mahouche kader, il met des mots à l'expérience qui est conjismia ou la aqliya ou la machairia. Alors que maniche, mais on peut être rani zafan, rani triste. je ressens du dégoût donc finalement had la palette hadiya ta lazem n'allemouhom déjà hay li kouch kayn f dakaa l'atifi au début c'est la résistance parce que je renhi hwayji mais je pense que le plus intelligent c'est de faire comprendre lazem n'allemouhom wchno houa le bénéfice derrière c'est kima kdha n'allemou par nkhdmo f les groupes de coaching la communication non violente c'est had la phrase hadiya غير نقولوها يقول لك انا ما عنديش لا فيولونس مي هي نو سي جوست كاين دي تكنيك باش نعلمو لا بيرسون كيفاش كي راح يطلب هو بوتيتغ الموظف نهار تروح تطلب ترقيه ولا بلوس دو ريمونيراسيون راح تطلبو دون فاسون كي تكون مرتاح وميم سي راك تستقبل لو نو تكون مرتاح مي فريمون il faut donner du sens et faire sentir à la personne qui وش راح يربح parce que au début il y a toujours de la résistance mais quand on explique généralement les gens ressentent avec le bien-être est-ce que نقدروا نطوروا الذكاء العاطفي تاعنا وحدنا بلا ان سبيسياليست c'est possible انا نقول لهم حاجه اليوم كاين il y a tellement de matière sur le net par contre كاين حاجه اسمها ليغو ديالنا باسكو باش تخدم وحدك سي كي فو فريمون اتر موتيفي دونك هكذا سي با تو لو موند كي بو لو فير باسكو لازم المثابره لازم على بالي وين راني حاب نلحق لازم نكون درت لوبجيكتيف ديالي ممكنه يعني ماشي بصح بوغ اتر فريمون افيكاس كاين سكون ابل لو برينسيپ دو لالتيريتي نخدمها مع انسان واحد اخر راح يكون لو ميغوار تاعي Donc la réponse est oui, mais pour plus d'efficacité, c'est généralement le travail en groupe aussi qui est
qui permet d'avoir. Mm-hmm. En tant que créateur de start-up, qui fait que tu peux t'adresser l'intelligence émotionnelle dans la société, qui est une petite, justement. Qui est une petite, je pense que c'est structuré et tout, mais qui est une petite, c'est ça. Quand tu es une petite, c'est compliqué. Exactement. Tu as une petite, c'est compliqué. Tu as une petite, c'est compliqué. Donc, soit tu as un externe. اللي يقدر يحافظ على البيئه اون جينيرال وين هو يدخل روحه غير وين يشوف بلي كاين مشاكل ولا باغ شونس طاح في عباد يكون عندهم هذيك الانتيليجونس ايفينسيونال انك انت ديرها في ديبي تاع ان ستارت اب على حساب كيما يقولوا الموارد تاع هذيك الشركه انا نهضروا راني نهضر على بارابور لونفيرونمون ليكوسيستيم الجيريان مانيش نهضر على برا باسكو برا كيكونوا كاين دي ستارت اب معناتها دي انفستيسمون معناتها كاين دي ريسورس اللي يخلوك دير هاد لافيس ولكن نهضر على دي ستارت اب الجيريان اللي يكون ممكن راس مالهم 1 مليون دينار ولا 2 مليون دينار يا ربي يخلص الخدام ويمشي الخدمه ديالو دونك جينيرالمون لازم تكون هاد الخدمه تطلب شويه جهد وتطلب تانيك مساعده من طرف مام العمال هادوك اون اوبام دونك جو بونس كو سي تري امبورطون كو تي كيما قالت الاخت انك تشوف النات كيفاش تقدر تحط ولا دير دي بروسيدور اللي يعتمدوا على الذكاء ولا الانتيليجونس ايموسيونال الذكاء العاطفي ولكن انا بالنسبه ليا لا باز ولا كيما يقولوا السر راهو في الكوميونيكاسيون Le manque de communication est un peu plus difficile. Moi, peut-être que je vais rajouter quelque chose, c'est le patron, c'est, il incarne, il fait un travail sur lui. Oui. Parce que l'intelligence émotionnelle, ça se vit. Ce n'est pas une formation, oui. un fascicule. On peut lire le livre, mais est-ce qu'on peut le faire? C'est une chose qui est autre. Donc, quand l'insan qui est le Rab al-Amali, il peut le faire et il vit, الذكاء العاطفي il peut le transmettre donc travailler sur soi donc العمل على نفسه راح يخليه ديجا يكتسب مهارات تخليه يكون plus efficace ويقدر يفعل la transmission oui voilà exactement ما هي النصيحه الرئيسيه التي تقدمها لاصحاب المشاريع والموظفين الذين يتطلعون الى تطوير ذكائهم العاطفي لتحقيق النجاح في البيزنس ابدا بنفسك اعرف نفسك أعرف قيمك، أعرف وينك حاب تروح، واستثمر في نفسك، باسكو أنت هو اللي تخلق، ماشي الشركة تاعك اللي دارتك، بلوس تستثمر في نفسك، بلوس الشركة تاعك راح تزدهر. تخي بيان، النصيحة اللي تقدر تمدها بارابور على الذكاء العاطفي الواحد كيحب يدخله في الشركة تاعو. هي الذكاء العاطفي هو يكون افيك دي بورسونتاج عند الناس، كاين اللي يكون عندهم مرتفع، كاين اللي غالب، وسي دي بروفيل، كاين دي بروفيل تكنيك، كاين دي بروفيل دو مانجمنت. انا بالنسبه ليا انه اذا كنت ما جاتك صعيبه مع الاول، سوا تستعين بخبراء، سوا تجيب عباد اللي هما كيما قلت لك هما اللي يحطوها في هذيك الشركه، لانه ما تقدرش ممكن مع ليك كيما قلت لك ليكرو سيستم والكونكورونس والخدمه اي تو انك كامل. تبقى غير باسكو ممكن فيها خدمه كبيره دونك انت تكون عندك الاراده انك دير هذه الحاجه ديجا في الشركه تاعك وتجيب الاشخاص اللي يديروها وتلتزم معاهم تكون عندك هذاك الانضباط اللي يخليك سوا تسهل لهم باش يخدموا هذيك الخدمه والثانيه تدخل في هذاك البروغرام وفوالا تري بيان نشكركم على كامل هذه الانفورماسيون اللي عطيتوهم لنا انا نقول لكم للاسبوع الجاي ان شاء الله نفس اليوم نفس التوقيت على قناة الحياة